رابعة عشر لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن. في قصة جد معبرة كنتمنى أنها تركوها الأستاذ عمر جيت وسط الأطفال. نعم جميعا غادي نديرو بالنسبة لهذا الشمع لأن الشمع هو شاعل ياك نحاولوا أننا نطفيوه كاملين. يلا 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 واحد جوج وأجلت الشمعة التي تخلد الذكرى الرابعة عشرة لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد الحسن مولاي الحسن الملك الحسن الذي هو حسن في شكله حسن ولانتمائه حسن. والحمد لله نحن في هذه البلد في هذه الدولة الرائعة الدولة الحسنية الدولة العلوية الدولة العربية الحمد لله التي تتميز بشتى المختلفات. آخر ما كان في المختلفات الملك محمد السادس راهن على إفريقيا واقتحم إفريقيا ودخل إلى إفريقيا وربط بيننا وبين إفريقيا لأننا إفريقيين. فكانت سياسة رائعة كانت سياسة لا يمكن لنا إلا أن نتمينها ونصفق لها ونقف بجانب. والآن مع نشيد عيد ميلاد مولاي الحسن غادي برفقة فرقة صمل للموسيقى العربية برئاسة الأستاذ عمر أجبون بطبيعة الحال كورال والجو وأطفال الجمعية.